اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. احمد ساب، ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله. ايضا كريم سعيد، ازيك كريم؟ ده كابتن اسلام، كله تمام الحمد لله. الحمد لله. احمد، خليني ابدا معاك واسمعكم برضو رايكم انتوا الاثنين في التعامل الاعلامي مع سواريش خلال هذه الفتره. طبعا ريكاردو سواريش جاي في فتره صعبه، يعني تعتبر فتره صعبه جدا عليك كمدير فني، جاي في اصعب فترات ان انت بتغير مدرب يعني في نص الموسم، وجاي كمان يعني في ظل بطولات ورا بعض، دوري في كاس في سوبر في موسم جديد. فهو جاي الراجل انا شايف ان هو عنده فكر معين عايز يطبقه، اللي هو اتكلمت فيه قبل كده، اللي هي اللعب التمركزي. اللعب التمركزي اول ما جه اللي هو البوزيشنال بلاي، اللي هو الكره الحديثه دلوقتي اللي كل الدوريات جوارديولا بنشوفه بيطبقها. هو حتى اول ما جه بيلعب 4-3-3، بدا يمشي تدريجيا، النتائج ما كانتش احسن حاجه، لعب الزمالك خسر، لعب بيراميدز خسر. فبدا اكتشف في الفتره دي ان انت لو لعبت كده واللعيبه كمان مجهده وفي ظل الاصابات الموجوده فالظروف مش مساعداه، فبدا انا هغير الفكره يا جماعه والعب بالثلاثه ورا وامن، والعب بالثلاثه 2-5 اللي هو 3-4-3 يعني اللي بتتحول لثلاثه 2-5. فانا شايف الراجل عنده فكر، بس هو جاي في وقت مش كويس، مش محظوظ قوي ان هو جاي في الوقت ده، ولكن فكره التعامل الاعلامي معاه لازم احنا هنا بقى نحميه. دور السوشيال ميديا الاهلاويه والاعلام الاهلاوي ان انت تحمي المدرب بتاعك. تحمي المدرب بتاعك ازاي؟ نفس اللي حصل في فتره موسيماني. موسيماني كان كسبان الزمالك 5 والقنوات وبعض الاعلام طالع بيتكلم انت ازاي داخل فيك 3 اجوان، ولا ازاي الزمالك قدر يرجع 3 اجوان. ده البوزيشنال بلاي اللي هو بيحاول الوقت. كرة القدم الحديثة بقت بتقسم الملعب قدام الخمسة اللي قدام دول لخمس ممرات. الممر اللي هو اللي في النص يعني 2 و4 دول اللي هو الهاف سبيس، الممر الداخلي والممر الداخلي، واللي في النص اللي هو العمق اللي هي في حتة الزون 14 اللي هي رقم 3 و1 و5. هو لما جه في الفترة الأخيرة ديت هو بيحاول يعني طريقة اللعب، لما نيجي نشرح حتى في طريقة اللعب هو بيطبق 3-2-5. الخمسة دول مثلا في آخر مباراة كانوا مين؟ رقم 5 ده اللي هو محمد هاني، رقم 4 اللي هو زياد طارق، رقم 3 أحمد سيد غريب، رقم 2 أهي قدامنا الصورة على الشاشة، رقم يعني أدي 1 محمد هاني، زياد طارق، أحمد سيد غريب، ميكوسوني، كريم فؤاد. ده شكل البوزيشنال بلاي اللي هو بيحاول يطبقه. بس أنت ما تقدرش تحكم على الراجل، ما ينفعش يا جماعة نحكم على الراجل في الفترة دي. ليه؟ انت عندك اصابات كتيره جدا في الفرقه، وبعدين الفرقه الاساسيه اصلا مش موجوده، والفرقه اللي بتلعب يعني مثلا عمرو السوليه مش موجود، حمدي فتحي مش موجود، محمد الشناوي مش موجود، علي معلول مش موجود، بيرسي تاو لسه راجع، محمد شريف مصاب، قفشه مش موجود، احمد عبد القادر لسه راجع امبارح. فانت الفرقه اكرم توفيق مصاب، بدر بنون مشي، فالراجل بيلعب اصلا من غير فرقه وبيلعب بالشباب وبيلعب بالعيبه، البعض منهم لسه النادي بيشوف اذا كان البعض هيمشي ولا البعض هيكمل ولا ايه. انت بتقيم في الفتره دي ان انت فتره تحصيل حاصل، مباريات كلها تحصيل حاصل. فالراجل بيحاول عنده فكره، عنده حاجه عايز يطبقها، بس الظروف مش مساعداه. فانا ما اقدرش، لازم هنا الاعلام الاهلاوي والسوشيال ميديا الاهلاويه تحميه. ما ينفعش نعمل زي ما كان اللي بيحصل مع موسيماني. انا لازم اديله فرصته. طب الراجل محتاج ايه؟ محتاج دعم من وجهه نظري، محتاج دعم من جميع الاهلاويه والسوشيال ميديا الاهلاويه ان انا احميه، حتى لو انا مختلف معاه في بعض التغييرات. يعني انا شايف مثلا ان محمد اشرف كان يبدا شويه لان هو مثلا مركزه ممكن بعض التغييرات نختلف معاه فيها، ولكن لازم نحميه في الفتره دي، لازم نديله كل الدعم. وفي نفس الوقت انا شايف ان الراجل محتاج بطوله او مكسب على فرقه كبيره، مكسب على مثلا كسبت الزمالك، كسبت بيراميدز، هتفرق معاه، هتديله الثقه اكتر. فالراجل محتاج ياخد ثقه، محتاج ياخد بطوله في الفتره الجايه. فالفتره دي يعني انا شايف ان احنا بنلم فيها. انت ان شاء الله داخل على صفقات جديده، في صفقات جديده قويه جايه النادي الاهلي. سيبك من الكلام اللي بيتقال في الاعلام ان مفيش ان الصفقات مش قويه، لا، في صفقات جديده قويه، قويه جدا كمان، والناس شغاله كل يوم ان هم كلنا. احمد حاج يعني في لما يتم الاعلان لا ما تقولش طبعا انا بهزر. في صفقات جديده جايه قويه في النادي الاهلي ان شاء الله. لما الراجل يشتغل مع عوده اللعيبه نقدر بقى نحكم مع بدايه الموسم الجديد. لما الموسم الجديد يشتغل مع الصفقات الجديده تيجي مع ان هو ايه اللي هم مين الصفقات الجديده دي؟ لما يتم الاعلان عنها بقى. انت المفروض تقول لي على اساس انت ما تعرفهمش يعني. والله يعني احنا بنجتهد يعني. مش انت انا برضه احمد خلي بالك، بص بيروح في حتت ماشي. فانا الفكره طبعا. ان يعني ان التعامل الاعلامي مش عايزين نعمل زي ما حصل مع موسيماني. معلش برضه
انا مش بحب اتكلم على الانديه الاخرى، ولكن مثلا فيريرا مدرب محترم جدا وعامل نجاحات مع الزمالك، ولكن مثلا ماتش امبارح الاسماعيلي كان يكسب الزمالك، الاسماعيلي عمل مباراه هايله قدام الزمالك، البعض طلع قال لك ايه، اصل بص التبرير او الحاجات الناس لازم تركز في النقط دي، ان الارهاق يا جماعه، ده الزمالك ما لعبش بقاله ست ايام قبل الماتش ده، امال الاهلي اللي بيلعب كل 3 ايام مفيش حد بيجيب سيره ارهاق ليه؟ ده بس بتجيب سيره ارهاق، ولا انت بتحط مبررات، بيقول لك انت بتطبل، انت مش عارف ايه، بتحط مبررات. طب يا جماعه لازم نركز في النقط دي، لازم في الفتره دي نحمي المدرب بتاعنا، حتى لو انت شايف بعض التغييرات او احميه لغايه اما الراجل بس يشتغل في اجواء مثاليه واجواء مناسبه مع وجود دايماً الصفقات. اللي انا عارفه كريم في الموضوع ده كان بيبقى عباره عن ايه؟ ان المدرب بيبقى محتاج على الاقل 5 ايام ما بين الماتش والماتش، وده انا قلته في الانترو، قلت ايه؟ ان اليوم الاول بيبقى اجازه اللي هو بعد الماتش، اجازه او استشفاء يعني. تاني يوم اللي هو بعد اليوم الاولاني بيبقى سنه بدني للاعبين اللي بيلعبوا بشكل اساسي، وسنه بدني اكبر للعيبه اللي هم اللي ما بيلعبوش كتير. تالت يوم بيبقى التقسيمه اللي هي الصغيره اللي في الحتت الصغيره اللي بيطبق فيها فكره. بيطبق فيها ايه؟ فكره، اللي هو النهارده هنلعب من ناحيه اليمين، النهارده هنلعب من نص الملعب بس، النهارده هنلعب ضاغط من اول الملعب، الفكر اللي بيطبقه للمباراه القادمه، وده كان بيحصل مع جوزيه، انا بتكلم على حاجات كانت بتحصل مع مانويل جوزيه خلال 6 7 8 10 سنين تقريبا باشكال مختلفه يعني. بعد كده اليوم الخفيف، وبعد كده اليوم المباراه، ده الخمس ايام هو الشكل الابرز او الشكل الايديال للاعب كره قدم ياخد راحته ويتمرن، وللمدير الفني برضو ان هو ياخد راحته في كيفيه اجراء شكل تكتيكي للفرقه. ده كلام صحيح بالنسبه للاجنده الطبيعيه، انما أيوة برضو الاجنده الطبيعيه، لكن احنا خلينا برضو نتكلم في الاسلام ان احنا في زمن صعب جدا 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 ان انت تحكم الاراء. خلينا نتكلم بصراحه، النهارده اي حد معاه موبايل يقدر يقول وجهه نظر، وبالتالي العالم بقى مفتوح ان كل الناس تقول وجهات نظرها، وطبعا زملائنا في الميديا وفي الاعلام كل واحد اكيد طبعا عنده مطلق الحريه ان هو يقول وجهه نظره زي ما احنا بنقول وجهات نظر. انا في وجهه نظري الجهاز الفني للنادي الاهلي سواء مع سوارش او حتى ايام موسيماني او اي مدير فني تاني، الشغل هو اللي هيخليك تخلي الناس تتكلم عنك بالشكل الامثل. وبالتالي انا بشوف حاليا هتعمل شغلك امتى؟ ما انا جاي لك اهو. سوارش دلوقتي خلينا نقول ان سوارش مع جهازه فني المساعد جهاز فني متكامل، انا قلت المره الاولى في تاريخ النادي الاهلي بيجي لنا جهاز فني متكامل في كافه الجوانب اللي بنتكلم عليها، يعني مثلا الجهاز النهارده فيه حوالي 6 مدربين اجانب في جوانب مختلفه. سوارش مليون في المية في وجهه نظري الشخصيه لا يمكن تقييمه في الوقت الحالي. ليه؟ ببساطه في قرار اداري من الجهاز الكوره ومن اداره النادي الاهلي انها تدي النجوم راحه لغايه نهايه الموسم، لان فعلا تم استهلاكهم فيه خلال الفتره الماضيه، وبالتالي الراجل بيشتغل على الاوراق المتاحه له. كمان بنتكلم على مدير فني ربما يكون خبرته بالكره الافريقيه قبل كده ما كانتش قويه، ولكن الراجل لغايه دلوقتي هو انا وجهه نظري الشخصيه بيحاول يحط ايده على بعض الامور السلبيه في الفريق وبيحاول يصلحها، مثلا زي الشق الدفاعي بدخول بعض العناصر الشابه مع بعض الافكار اللي بيطبقها سوارش في المباريات جعلت النادي الاهلي يصل الى المباراه السادسه وشوط قدام نادي الزمالك منذ التحول طريق 3 4 3 كلين شيت ايا كان اسم منافس. اكيد طبعا 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 الاداء كمجمل في المباريات ما وصلناش للاداء اللي احنا ممكن نقول ان احنا راضيين عنه، ولكن برضو لازم نقول كلمه صريحه ان كواليتي اللعيبه اللي بتلعب بيها حاليا ما تقدرش تحطهم في مقارنه بكواليتي اللعيبه الاساسيه. يعني ده اصلا امر ظالم للاعب الصغير وامر مجحف للاعب الكلاس ايه اللي عندك. يعني مثلا ما اجي اقول مثلا النهارده عمرو السولير هو اللاعب رقم 8 الاساسي في النادي الاهلي، لما احط محمد فخري في مقارنه مع عمرو السولية انا دمرت محمد فخري تماما، لان هحطه تحت ضغط شديد جدا 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 وهو لسه بيحاول يعني يرسم فريم لنفسه. فبالتالي في الوقت الحالي بكل ما انا بقوله اهو بكل امان يجب التقليل من التحليل، اهو انا ربما اكون شغلانتي محلل لكن بكل ما انا بقولها بكل صراحه
يجب التقليل من التحليل الفني في الوقت الحالي لفريقنا الاهلي. ليه؟ لان الفريق حاليا بيلعب على جزئيات بسيطه. هو ده الفريق بكل امان، احنا بنلعب على جزئيات بسيطه جدا، يعني محدش يظن ان هذا الشكل اللي انت شايفه. على الرغم من ان المجموعه اللي موجوده كلها تقريبا لعبت ولاعيبه دوليه معظمهم، وبرضو طالعين من ناشئين النادي الاهلي. ما هو برضه بالنسبه لك انت مفيش غير اثنين اساسيين بس يا كابتن اسلام، يعني عبد المنعم وديانج. بس ديانج ريح خلاص، وديانج ريح، ما بقاش غير عبد الاساسي في النادي الاهلي اللي هو بيلعب بصفه مستمره. فالراجل ما ينفعش نحكم عليه في ظل، لا هي مش كده كمان، هي لو تنظر ليها للجانب الايجابي تبص للمجموعه دي ان هي انا ده فرصه، ده انا 10 15 ماتش العبهم في النادي. بس برضه كابتن سامي المجموعه دي عشان تلعب مع بعضها، ما خلينا في نقطه مهمه ثانيه غير الفنيات، الكيمياء ما بين صح. المجموعه دي صح. مع بعض في الملعب، وحضرتك طبعا يعني صح. يعني افضل عارفين بالنقطه اللي بتكلم فيها دي، مش هو مش شرط ان انا حطيت 11 لعيب مع بعض يبقى كويسين. لا ده ما فيش، لا طبعا ربما حركه احمد غير حركه كريم غير مش متطبعين على بعض طبعًا. يعني في مجموعه من اللعيبه بصراحه بتحتاج وقت عشان تقدر تتكيف في اسلوب اللعب. وبصراحه برضو اقولها بكل صراحه، في بقى احنا حاليا في فتره تقييم، في بعض اللاعبين بيتم تقييمهم طبعًا. لمعرفه اذا ما كانوا هيبقوا جديرين بارتداء قميص النادي الاهلي في الموسم الجديد او لا. بس احنا الناس بتاخد الفرص اهي لغايه 30/8 عشان اذا بعض الاسماء ما لقتش نفسها في قائمه الموسم الجديد او تم وضعها على قائمه الانتظار او حتى تم عرضها لمبادلات او بيع، يبقى خلاص يا جماعه هوش نبقى فير، انتوا خدتوا فرصه. لان برضو في كره القدم في كره القدم بكل امانه في مساحه للاعب لاثبات نفسه بعيدا عن الفنيات وبعيدا عن تعليمات المدير الفني. منها مثلا بلعب بروح، بلعب بقاتل في الملعب، في بعض الحاجات احنا بصراحه في الوقت الحالي ما بنشوفهاش من بعض اللاعبين اللي طالبوا على مرار شهور ان هم يشاركوا. في بعض اللعيبه بيجي لها فرص وانفرادات بالمرمى عايز يحط الكره تشيب. طب ما هو مع كامل احترامي ده يعني انا لو قاعد على الدكه حطها على الارض الاول ده لازم اقطع الشبكه لما الكره تجيلي بالمرمى، وبعد كده بحطها وبعد كده بعمل اللي انا عايزه. لكن بصراحه خلينا نتكلم بصراحه كابتن اسلام، احنا في مرحله تقييم، عشان كده بقول في وجهه نظر شخصيه التقييم الفني او التحليل الفني الزائد على اللزوم في الوقت الحالي قد يكون مضر للفريق اكتر من انه يكون هو مفيد. بقى له ساعه بيتكلم عن محمد نعم. بص يعني بص بقى له ساعه بيقول لك ايه عمال ما فيش تحليل وقليل، هو بقى له ساعه ماشي. طيب وانت قاعد بتتفرج على ماتش الاهلي والمقص، شفت ركله الجزاء ولا لا؟ بصراحه طبعا مليون مية ركله جزاء، انا عارف الرد يعني نفس ركله الجزاء فكرتني بمباراه الاهلي والرجاء اللي كانت هنا. اوكي اللي قالك جت في ركبته هي بالظبط جايه في الايد. يا جماعه القانون في حاجه اسمها الوضع التشريحي، استاذ سمير قال الوضع التشريحي بتاع الجسم يعني الوضع التشريحي بتاع الجسم بيبقى كده، ان انت ايدك جنب كده المفروض الطبيعي كده، فلو واحد بيعمل عرضيه ورا ظهره ده الوضع التشريحي الاناتوميكال بوزيشن بتاع اللاعب يعني. فانت لما تعمل ايدك كده، لما بترفع ايدك كده خلاص انت كده الايد كبرت حجم الجسم، حتى بقى لو خبطت اهي. بص حضرتك نفس لعبه ضربه الجزاء بالظبط اللي هم قعدوا في ماتش الرجاء اللي على اليمين دي، في ماتش الرجاء اللي هي ايمن اشرف قعد يقول لك اصل خبطت في رجله. لا يا جماعه طالما خبطت في ايده والايد الوضع التشريحي بتاع الجسم ايه؟ ان الايد بتكون جنب الجسم، طالما الايد كده الايد ممدوده، ده ما فيش فيها نقاش. كون بقى ان في بعض الناس طبعا بنحترم جميع الاراء، بس دي ما فيهاش اراء يا جماعه، يعني انا مش شايف دي فيها اراء في ايه؟ يعني الناس مستكسره على الاهلي ان الاهلي بيتحسب له ضربات جزاء واحنا جدا. اصلا تحصيل حاصل الحمد لله والشكر لله يعني لولا لكن هو كان امبارح من بعد المباراه لغايه امبارح او لغايه لما الحمد لله الحلقه طلعت، كان في اتجاه ان هو ياخده الناس لايه؟ والله انه الاهلي بيكسب. بصوا الاهلي بيكسب عشان يداروا على الموسم، عشان الله ينور عليك عشان يداري على اللي بيحصل. لكن الحمد لله وقفت السوشيال ميديا الاهلاوي ووقفت قناه الاهلي، اعتقد ان هي فرقت كتير جدا جدا. وده الكلام اللي كان كريم بيقوله من شويه او اللي انت كنت بتقوله اقصد، اللي هو يجب ان يكون هناك دعم خلال الفتره اللي جايه من السوشيال ميديا الاهلاوي والقنوات الرسميه للنادي الاهلي الاعلاميه، ان انت تطلع تدافع عن هذا الرجل، لانه الكل مش دافع عن هذا الرجل ولكن تقف مع الرجل لانه بالفعل ما اشتغلش لغايه دلوقتي. فهي ركله جزاء الغريب كمان في حته ضربه الجزاء دي، الحكم وائل فرحان
واقف دقيقه ونص، احنا حاسبينها واقف دقيقه ونص عشان يحسب. يا جماعه ما هي باينه، انت محتاج ايه؟ يعني انت مش عارف والله، واقف دقيقه ونص. وده اللي انا قلته، ان الراجل كلاتنبرج اعترض على هذا الامر. حضرتك قلت تقريبا، قال ان لازم تبقى 30 ثانيه لدقيقه في الانترو. هو قال هو عايز يعني يصل ل 30 ثانيه، بس طبعا 30 ثانيه برضو انا بشوف ان هي ممكن تبقى واضحه، حاجات واضحه زي دي ماشي، لكن يعني ممكن توصل ل 45 ثانيه 50 ثانيه بتاع، لكن 6 دقائق يعني. احنا مره وقفنا على الفار 6 دقائق في مباراه الاهلي، رجعوها من قبل بني سويف يعني، عارف من زمان، رجعوها من ايام ما كنت انا بلعب يعني، اللعبه نفسها رجعوها من ايام ما كان الواحد بيلعب في الالفينات. الماتش اللي كسبنا فيه 2-1 تقريبا، علي معلول فاكر كان ماتش ايه، محل اعتقد، او امبي 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 2-1، فضل واقف 6 دقائق او 5 دقائق و38 ثانيه. طب يا جماعه 5 دقائق و38 ثانيه، ده انا عايز اسخن تاني، لو انا لاعب في الملعب انا عايز اسخن تاني. وبعدين الحكم الساحه نفسه مش محتاجه ان انت تعمل لغط، ما هي باينه من الاول يعني، مش محتاجه تروح للفار اصلا. في مباراه مثلا تاني يوم الزمالك، كابتن محمد عادل الزمالك وكان بيلعب الاسماعيلي في الكاس، ما رجعش الفار، قال له ايد معاه الكوره وحسبها، هو حسبها ان هو كان هو حسبها والفار ايد. يمكن بقى في مباراه الاهلي هو حسبها والفار ما ايدش، او قال له روح شوفها، عشان كده طلع شافها يعني. لا هو اكيد يا كابتن اسلام ان في حاله من القلق عند الحكام في الفتره الحاليه، ان هم مش عايزين يغلطوا، ده شعور جاي. سبب ايه بقى؟ السوابق اللي احنا، لا وبسبب وجود كلاتنبرج طبعا 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 طبعا. وهو كويس قوي ان الراجل فعلا شايف الاخطاء وعايز يصلحها، بس عايز اعمل مقارنه بسيطه يعني. في ماتش برشلونه وفايكانو في الاسبوع الاول في الدوري الاسباني، في كوره في الشوط الاول جت اعتقد هدف من تسلل، كوره تسلل، الحكم بص للمساعد، والمساعد هو حسب، هو شايف الكوره تسلل، وما اداش حتى يوم المساعده بتاعت ايه، ان انا ما ارفعش والكوره تخش الجون ونرجع نشوفها من الفار عشان نتاكد. الحكم حط ايده كده على السماعه، انا بحسب والله ما عدينا 15 ثانيه، الفار شاف الكوره بالسيستم وقال له ايوه الكوره تسلل، المخرج عاد الكوره، طبعا ربما شفناها من الطبيعي ان هي جون، بس لما عاد اوف سايد. طيب هو احنا ليه بنقعد، ليه ما بنعملش كده 3 4 دقايق؟ لا بجد والله انا عايز في الحته دي، انا سمعت حاجه خطيره جدا. ما انا هقول لك حاجه، انا سمعت الكابتن سمير عثمان والله بجد الكتل، ليه؟ عشان الكتل، كتل الشاي ده يعني الفيشه بتاعت الكهرباء، الفيشه بتاعت شال الفيشه دي وحط الفيشه بتاعت الكتل. هل ده لو بجد، لو ده صحيح، وانا عارف بقولها على سبيل الهزار، بس كابتن سمير يعني في حاجه زي دي وعلى التلفزيون، لا ورجع اكدها تاني، ورجع كده والكابتن عايز اقول لك ده، هل ده طبيعي؟ الكابتن سيد مراد في استقالته اللي هو او اقالته يعني، وفي تصريحات قالها، قال ان هو اتظلم، هو شايف ان الوضع الطبيعي والاجواء غير صحيه، فهو شايف ان هو ما ينفعش يشتغل. طيب في الوضع الحالي بكل امانه يطلع الكابتن، هو زميله، احنا اهو يعني اتكلمتوا زمان مع بعض، احنا مش حكام سابقين ولا شيء، حكام واصدقاء مع بعض، صديقك وزميلك في المجال طلع قال ان الحكام بتوعك، ان انت كنت هو مسؤول عن حكام الفار، كانوا بيشيلوا الفيشه عشان هم عايزين يعملوا، مش احنا خالص، ولا اهلي ولا جمهور اهلي ولا اسلام ولا كريم ولا احمد ولا، لا مش عامل كده، ده هو كان شاي احمر وشاي اخضر، ما نعرفش، بس على حسب، لو انت عايز تخفس تخسس ولا حاجه. في نقطتين كمان، نقطه انت اتكلمت في موضوع برشلونه، هم كمان استحدثوا كريم خاصيه جديده، ان دلوقتي دي حلقه قعدنا فيها 4 دقايق ونص، 4 دقايق ونص، 4 دقايق، من 4 دقايق ل4 دقايق ونص يعني، استحدثوا دلوقتي في الدوري الاسباني في الماتشات في اول جوله. بقوا بيعملوا ويندو 2 ويندو، الحكم حتى لو اللعبه خلاص يعني لعبه مشكوك فيها ضربه جزاء والحكم ما حسبهاش، الويندو بيجيب لك بيراجع المباشر. عشان الفار يراجع في المباشر، والويندو الثاني بيكمل اللعبه. صحيح صحيح، عشان كده القرار بقى بسرعه، فدي يا ريت نشوفها هنا يعني. لا وحاجه ثانيه عايز اقول حاجه بجد، هو في حاجه اسمها ان الحكم بتاع الفار بيرسم خط التسلل بايده؟ لا يعني بجد والله النقطه دي مهمه قوي، عايزين نعرف دي بجد والله. أيوة انا ما اعرفش، مش حافتي، دي حقيقه، بيقول بيرسمها، هو بيرسم لان احنا ما عندناش الجهاز اللي بيرسم، ما عندناش اللي هو ده الاوتوماتيك يعني. هو كابتن محمود عاشور، انا سمعت ان هو حط، هو قال ان هو حط النقطتين صح، ما كملش. ايه اللي حصل بعد بس كده؟ بس هم بيستخدموا برنامج الرسام يعني، هم بيرسم فوتوشوب بجد ولا والله بيحطوا نقطتين وبيرسموا، الجهاز غالي يعني، الجهاز بتاع امكانيه الخط ده، فما نجيبوش، فنستخدم برنامج الرسام. انت بتتكلم بجد والله؟ والله والله انا سالت حكام كتير جدا، الشغل بتاع ميكي ماوس بيرسموا الخط ده بايديهم، مش بتقنيه. انا ما عنديش فكره، فانا على فكره انا بهزر. انا عارف بجد والله مين اللي محتاج بقى حمايه فعلا بجد والله، اللي محتاج حمايه فعلا حالي كلاتنبرج.
طبعا كلاتنبرغ. احنا امبارح انا كنت عامل حلقه على كيفيه حمايه كلاتنبرغ. اه والله هو فعلا محتاج. الحكام خايفه منه. هو اللي محتاج. الحكام الحكام نفسها خايفه منه فممشيه نفسها كويس يعني. لا 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 استنى يا ثابت. لا 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 انت عارف تجربه كلاتنبرغ باذن واحد احد ان شاء الله تنجح. التجربه دي لو نجحت معناها ايه لبعض الاسماء الحكام في مصر؟ اه طبعا هم مش هيقعدوا على الكرسي ده. خلي بالك نتكلم بصراحه. اه طبعا اه طبعا في بعض الاسماء ما يحبوش ان كلاتنبرغ ينجح. ليه؟ انك هتقفل الحته دي عليهم. المعارضه هتبقى ازمه. اه طبعا هتبقى ازمه جبهه المعارضه دي. ايوه احنا دلوقتي ما بنتكلمش في مصلحه. احنا بنتكلم في مصلحه شخصيه. صح. انا مصلحتنا فين؟ الراجل ده النهارده لو نجح. حتى برضو انا ما فهمتش الكابتن ثروت سويلم الاستاذ ثروت سويلم العميد ثروت سويلم لما طلع قال انا مش موافق على انا اسف مع كامل احترامي. طب المفروض ليك منصب النهارده. لا ما ينفعش تبدي رايك اصلا حتى ليك راي ما ينفعش تبديه. ليه؟ لان انت ابدائك رايك في نفس المنظومه مثلا يعني انت في نفس المؤسسه معاك انت بتبدي رايك ضد زميل ليك. طب ما انت كده ممكن تعمل حمله عليه. الراجل النهارده احنا شايفين ان احنا محتاجين دم جديد وحاجه جديده للموسم الجديد. خلاص احنا الموسمين دول خلاص كسان طيبين بيخلصوا وخلصوا على ما خلص عليه الموسمين مفيش مشكله خلاص بتحصل. لكن عايزين بقى بجد بجد من السنه الجايه نبدا بشكل مختلف. وكنت اتمنى والله اتمنى فعلا مع بعض التعديلات والقرارات اللي اخذها اتحاد الكوره كنت اتمنى فعلا ان السنه الجايه يبقى فيه شكل مختلف للمسابقه. بس هم قالوا ان الانديه ما وافقتش. انا كنت على المستوى الشخصي اتمنى وانا كنت اتمنى. لكن طيب بما ان الماتشات يعني بما اننا بنتكلم عن التحكيم حكم الساحه بكره كابتن محمد الصباحي حكم مساعد كابتن احمد نوفل حكم مساعد كابتن عمر فتحي حكم رابع كابتن عمرو عياد حكم فيديو كابتن مصطفى الشهدي ما اعرفه يعني ما عنديش فكره عن اسمه كابتن هاني خيري حكم فيديو مساعد نتمنى لهم التوفيق ما اعرفش يعني طبعا بقى لهم اسامي بقى لها جديده بقى لها فتره يعني فيديو تحديدا خلي بال حضراتكم ماتش صعب بكره وماتش صعب طبعا للنادي الاهلي والاستن طبعا الاستن لازم يكسب عايز يكسب باي طريقه الاستن عنده اهلي وزمالك واسماعيلي وفيوتشر على ما اتذكر يعني الاربعه خمسه الاول اخر ماتش استعرضنا ترتيب الجدول هنلاقي يعني ان هم محتاجين يكسبوا بكره عشان يقعدوا في الدوري وماشيين بشكل كويس بصراحه فرقه محترمه ايسترن كومباني بصراحه لازم يكسب ماتشين يعني بتقدم اداء كويس يعني وانت كمان بتريح ديانج يعني نتمنى بس ان ما يبقاش التقييم للمدرب انت بتجرب ناشئين بس في بكره اللي عاجبني وجود رافت خليل رافت خليل واحد من المكاسب كل المجموعه اللي عندنا الحقيقه كلهم مجموعه جيده ونتمنى لهم يا رب التوفيق. خلينا نطلع فاصل وبعد الفاصل هنشوف بقى على الشاشه هيقولوا لنا ايه كريم سعيد واحمد ثابت. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. هنشوف مباراه بكره من وجهه نظر احمد ثابت وكريم سعيد. اتفضل يا احمد. طبعا سوارش يعني في بعض الافكار اللي بنحاول يعني نبين ان الراجل نوعا ما عنده بعض الافكار اللي هو عايز يطبقها يعني تمام. هو انت هتورينا افكار الاهلي؟ يعني بعض الحاجات كده الخفيفه خفيفه ماشي من بعيد كده ماشي. ادي ثلاثه مثلا النادي الاهلي بقى بيلعب بثلاثه اثنين خمسه زي ما بتكلم دايما ان الخمسه اللي قدامهم دي اللي هي ايه انت عايز تملي الخمس ممرات اللي قدام ده. الناس مثلا بتقول اصل الاهلي يعني البعض مثلا ممكن يقول لك الاهلي احنا مش شايفين لاعب مش شايفين في بعض الاداء لسه مش حلو الاداء متفق مع الناس طبعا ان الاداء مش حلو لسه بس في بعض الافكار اللي الراجل بيحاول يطبقها ممكن تكون لسه جوده اللعيبه لسه الاصابات الموجوده الفريق الاساسي مش موجود لسه الصفقات الجديده لما تيجي بس في بعض الحاجات اللي ممكن نستنتجها كده وانت بتحلل اداء النادي الاهلي تشوفها يعني مثلا شوف محمد فخري اهو ادي الخمس ممرات اللي هو مثلا كريم فؤاد طاير لقدام فاتح عرض الملعب الناحيه الثانيه محمد هاني اهو طاير لقدام فاتح عرض الملعب وعندك زياد طارق واحمد سيد غريب ومكسوني الثلاثه دول مالين الايه الممرات الداخليه نكمل اللعبه بص هتلاقي ان هو دايما يعني التبادل الادوار ما بين الظهير وما بين الجناح ما بين ميكوسوني وما بين كريم فؤاد طبعا الفينش بيبقى الجوده القرار بتاع اللعيبه هو اللي لسه مش احسن حاجه هو السبب في اللي مخلي الاداء بالشكل ده ان احنا كمان ما بنجيبش جون من بدري فالدنيا بتتازم تمام. بص فخري ادي اليو ديانج اليو ديانج بيلعبها برده الفخري ايوه ليه زياد طارق هنا بص هنكمل ده الشكل برضو ايه عمليه تجميع اللعب دايما بيبقى النادي الاهلي بيجمع في اللعب وعايز ينقل للناحيه الثانيه ده يعني بعض الملامح اللي هو الراجل بيحاول يطبقها في طريقه. بص هنا مين اللي داخل لجوه ارجع ورا سنه مين اللي داخل لجوه ده كريم فؤاد اللي هو على الورق الظهير الايسر ومين اللي فاتح بره اللي هو الجناح الوينج. دي
دي عمليه تبادل الادوار. يعني كريم فؤاد مفروض على الورق ده بنسميها ان الظهير داخل لجوه بيعمل عمليه الخلخله المشهور بقى جدا علي معلول، وهنا كريم فؤاد بيطبقها. كريم فؤاد داخل لجوه اهي، بص كمل، كريم فؤاد داخل لجوه ويلعبها لميكسوني. هنا بقى القرار بتاع ميكسوني، الاستلام بتاعه ما كانش جيد، الاستلام ادى ان هو يبعد، والقرار بتاعه تنفيذ انهاء الهجمه. دي اعتقد ان دي كانت كره سهله جدا ان هي تيجي هدف، ولكن هنا قرار اللاعب في اللمسه الاخيره بتاعت اللاعب واستلامته للكوره هو اللي ادى ان الكره تضيع. لكن في فكر، في حاجه نوعا ما عايزه يعني باينه ان هي ممكن نطبقها، او في حاجه عايزين نطبقها. تعال نتفرج برضو على حته تجميع اللعب اللي هو الراجل برضو بيحاول يطبقها اهي، حته المثلثات الكريم اللي انت كنت عايز تتكلم فيها اللي هو فخري وميكوسوني، ادي المثلثات موجوده. بس عارف انا اسف اخش في الحته دي، نرجع بس ثاني ثلاث ثواني. طبعا ده مش تقليل خالص من محمد فخري او حتى او نقد، لكن نرجع كده نشوف محمد فخري خد قرار ان هو يروح للزحمه. لما لقى الدنيا زحمه راح لافف. بس هو خلي بالك الراجل اللي مشاور له. لا مش قصدي، لا ارجع كده، معلش نرجع سنه كمان، نرجع، لا ارجع كمان قبل الحته دي. بص بيقول له ايه؟ ارجع، ايوه بالظبط، العب بقى كده، اعمل بلاي، شغل اللعبه. بص هتلاقي محمد فخري خد قرار بالظبط هنا بقى، دي اللي هو خده اخر اللعبه وخلى كمان الضغط يزيد على اللعيبه. وهنا اتفق معاك في حته ان لازم بقى هنا الناس تصبر على اللعيبه في القرارات، ان انت لا تتخيل ان لعيب صغير في السن ده هيديك القرار الامثل في المباراه الحاليه. بص جمعنا اللعب فين؟ طيب. على الجبهه الشمال اتحولت، هنا هاني اخذ القرار، وبعض تحركات احمد سيد غريب كان المفروض يتحرك بشكل افضل من كده. بالظبط. فهنا القرار في اللمسه الاخيره بس. طيب. في فكر، في حاجه، طبعا حتى مليون في يعني حاجه بدائيه. في حاجه بتنفذ يعني طبعا. الدنيا مش سودة يعني، فاهم؟ ادي ميكسوني اهو، ميكسوني بيلعب ليه برضه الفخري، نفس الفكره، بتجمع اللعب هنا، بص بيلعبها لمين؟ لهاني. طبعا القرار بتاع هاني في الاخر اللي مش حلو، وحش، نفس برضه قرار ميكسوني في اللعبه. بالزبط. ولكن انت في نوعا ما اللي بتكلم فيه ان في بعض الافكار اهي اللي احنا بدانا نلحظها حتى لو الاداء مش حلو. الاداء مش حلو، ولكن بنتكلم ان لسه جوده اللعيبه والقرارات النهائيه هي اللي صحيح. الفرقه معانا والهدف المبكر يا كريم. ازود بقى على كلامك، احنا ممكن نجيب الكليب بتاع الهجمات المرتده اللي علينا ونشوف ازاي النهارده النادي الاهلي بيتعامل مع الهجمات المرتده باسلوب مختلف عن قبل كده. لما كان النهارده النادي الاهلي كان بيلعب باربعه في الخلف، ونشوف الهجمات المرتده وتعاملنا معاها. بص نقف ستوب هنا، نستوب هنا ببساطه، هنشوف ان الهجمه الى حد ما ممكن نعتبرها 3 على 3، وبالتالي يبقى في مصدر خطوره كبير على النادي الاهلي يا كابتن اسلام. لو نفتكر الفتره يعني ما قبل سواريش وحتى في الفتره الاخيره من بيتسو موسيماني، الهجمات دي على طول كانت بتروح على الانفرادات، وهو بنسبه كبيره كانت بتخش فينا اهداف. تمركز لعيبه النادي الاهلي والعوده بسرعه للارتداد الدفاعي شكل جيد. دي هجمه ثانيه برضو في المباراه ارتدت علينا بهجمه مرتده الى حد ما، نفس عدد المهاجمين يقارب نفس عدد المدافعين. نشوف تصرف لعيبه النادي الاهلي وازاي بيحاول على قد ما يقدر انه يغلق مساحه التمرير قدام الخصم، وانه ما يحاولش الهجمه دي. بيساعد فيها الطريقه ان احنا لعبنا يعني رجعنا نلعب بتلاته في الخلف، وكمان قرار اللعيبه في الدفاع. هو ده اللي احنا بنقول ان النادي الاهلي للمباراه السادسه على التوالي بقالنا فتره ما قعدناش كلين شيت. بص هنا برضو نفس الكوره، محمد فخري قدر يرجع ويقفل تحت التمرير، وطبعا مساعد ان في واحد زياده في الدفاع مغطي. يبقى احنا هنا بنتكلم على حاجتين، بنتكلم على ان الطريقه طبعا اختيار الفورميشن نفسه وتوزيع اللعيبه في الملعب مهم لينا في الوقت الحالي ان احنا نبقي على طريقه 3-4-3، وكمان دخول الناشئين ادانا سرعه في منتصف الملعب، ربما ما كناش شايفين هذا الامر لما كنا معتمدين على اللعيبه الكبار المجهدين. وعايز بس اضيف حاجه اخيره، انا مش هاخد حالات ثانيه، ان المشاهد وهو بيتفرج على المباراه مليون في الميه، طول ما المباراه 0-0 نظرتك وحكمك على اللعيبه مختلف تماما. لو نفس اللعيبه دي احرزوا هدفين في اول نص ساعه، انت حكمك عليهم هيختلف. ده مش تحليل، حكمك هيختلف تماما. ليه؟ لان انت منتظر انك عايز تتفرج على الاهلي وهو كسبان وضامن المكسب سواء في ماتش دوري او ماتش كاس. لكن المطلوب، لا، الحالتين اللي جابهم احمد فعلا بيبينوا ان المدير الفني عنده بعض الافكار لخلخله دفاع المنافسين. انت بتشوفش ده، ان انت شايف بلوكات، انت ما بتجمعش، انت عايز بس تشوف اللقطه بتاعت الهدف. لا، النادي الاهلي فيه شويه شغل، بس احنا محتاجين نصبر، ومحتاجين كمان ما نحكمش على الشكل ده بكواليتي اللعيبه الموجود، لان اكيد كواليتي اللعيبه مختلفه هيدي شكل افضل. بس برضو الناس طبعا اكيد من حقها تزعل، لان المقاصه
يعتبر فريق مش صح مش مختلف. اخر حاله معانا بقى اتفضل. اه 5-5-2-3 دي يعني الطريقه اللي كريم كان بيتكلم فيها، ان احنا في الحاله الدفاعيه بقينا 5-2-3، ادي الخمسه ورا طبعا بارتداد الباكين، ف 3-4-3 اللي احنا بنشوفها بتتحول ليه ل 5-2-3، اليو ديانج ومحمد فخري وقدام الثلاثه اللي قدام. فدي ده شكل الاهلي في الحاله الدفاعيه. بعد كده معانا لعبه ضربه الجزاء، احنا حسبنا الوقت، لو حسبنا الوقت قبل ما تعرف تعمل ركله الجزاء اللي انا كنت اعرفها زمان 3-5-2 هي اتغيرت بقت 5-2-3. هو مع ريكاردو سواريش بيحاول يطبقها ل 5-2 ارتكاز 3 قدام. ما اتكلمناش في ضربه الجزاء دي، ما قلناش اهم حاجه. بص بص احنا بص زجاله حاسبها بالوقت، حلف 30 يمين ان هي ما جاتش في ايده. بص بص يا كابتن اسلام، ضغط التايمر ده شغال على الهوا. كل ده كل ده الحكم بيبص بيشوف اذا كان اللعبه ضربه جزاء ولا، واللعبه باينه جدا. الولد حلف، يا بقول لك اللعيب نفسه حلف 30 يمين. انا شفت ناس بتتكلم ان هي يعني يلا اللعبه باينه يعني خلاص. انت كل ده بتشوف ايه؟ انت هو بص بقى له 22 ثانيه 23 لسه بنكمل كل ده، احنا حاسبين ده بس وقت الفار يعني، ده وقت اللي هو واقف قدام الشاشه. بص احنا ماشيين حاسبينها بالتايمر. بص كل ده بتعدي، بس انا احساسي هو مش عايز يغلط، هو خايف مش عايز يغلط. ممكن وبعدين طالما يعني هي سهله قوي، انت خايف من ايه يعني؟ هي سهله قوي يعني، بس كويس انه حسبها. على رايك صحيح، كويس ان هي اتحسبت. ما نشوف كابتن محمد صباحي بكره وكابتن مصطفى شهدي شهدي هيعملوا ايه بكره حكم الفار. كابتن مصطفى انا اول مره اسمع، ان شاء الله يبقى كويس الفتره اللي بعد كده، ونتمنى ان شاء الله انه يكون الفار على كل الانديه مش على النادي الاهلي بس. يعني بشكرك جدا يا احمد على وجودك معانا. شكرا جزيلا يا كريم على وجودك معانا. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. غدا ان شاء الله زي ما حضراتكم عارفين ساعتين ما قبل بدايه مباراه النادي الاهلي وايستن كومباني على الهواء مباشره مع كابتن ايمن شوقي، هيكون مع حضراتكم علشان يوصف لحضراتكم الساعتين ما قبل بدايه المباراه. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله اشوف حضراتكم على خير.